بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حلقة اليوم عن المكمل الغذائي التريبسيلين أكراس، ويعمل هذا المكمل الغذائي كمضاد للالتهابات والتورم ومضاد للأكسدة وتحسين صحة الأوعية الدموية وتعزيز وظائف الدورة الدموية. الجرعة 2 قرص 3 مرات يوميا قبل الوجبات ب 45 دقيقة على الأقل أو حسب إرشادة الطبيب. العبوة 20 قرص، سعر العبوة 110 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.